يعني السخرية كانت في مصر باللغة الهيقرولوفية قبل تقريبا 5000 عام، وكانت القطعة يسخر فيها كاتبها عن طبق البرجوازي التي كانت موجودة أنذاك. ضيفنا كاتب وروائي مصري له قرابة 20 مؤلف، وهو ساخر حاذق متمكن من قلمه مجيد لفني. في جدة لأول مرة، دي أول زيارة ليها، وسعيد بالحدث العظيم ده ومتشرف بالدعوة ووجود حضراتكم، وأتمنى أن يعني أكون ضيف خفيف. أول حاجة فيها حس ساخر أو حاجة فيها يعني عدم توفيق، لكن الإساءة دي لا يمكن حد ضميره يقظ وإنسانيته يقظة ووعيه يقظ يقدر يقع في فخ الإساءة، يعني صعب جدا. فرقة إنه دايما في حتة ناقصة السخرية هي اللي بتكملها، فهو مهمة السخرية البحث عن الجزء الناقص والبحث عن المفارقة ما بين فكرتين، ما بين شخصين، ما بين طبيعة شخص وطبيعة موقف. طبيعة الفيسبوك تختلف عن طبيعة تويتر، طبيعة الانستغرام كيف؟ واللطف والتقارب الإنساني على فيسبوك أهم بكتير من الموجود على تويتر. يمكن فكرة إنه مساحة التعبير عن نفسك على تويتر محكومة بعدد حروف محدد وكلمات محددة، ده بيخلي مساحة إنك تاخد حريتك في طرح كامل وجهة نظرك ضيقة جدا. فدي حاجة قبل ما تقول وجهة نظرك بتنرفزك، بتعصبك، يعني بتخليك داخل متوتر إنك أنت عايز تقول كل اللي عندك في حدود عدد معين من الكلمات والحروف. الفن المصري نموذج عظيم جدا اسمه نجيب الريحاني. نجيب الريحاني يعني تقدر تقول ان انا ما شفتوش بيضحك او مبتسم 5-6 مرات في كل اعماله الفنيه. هو شخص اغلب الوقت متجهم، محاط بمشاكل، محاط بضغوطات، وتبقى عندك مهاره انك انت تلقط حاجه وتسخر منها. فهي جزء منها ليها علاقه بتكوينك الشخصي، مش هقول موهبه السخريه بحد ذاتها، بس يعني موهبه انك انت لماح، موهبه انك انت عندك القدره على ربط الحاجات ببعض، موهبه انك انت عندك سرعه بديهه، موهبه انك انت نوعا ما طريف، عندك مساحه مخفه الدم. دي كلها حاجات تساعدك انك انت تكون عندك اساسيات الكتابه الساخنه تقيل وتتعلم السخريه، يعني مش هينفع. يعني في موهبه. مستحيل تكون شخص فهمك بطيء. مع صناع مسلسل وعمل وقصة كانت جزء كبير من حياتنا، عشنا معاها فترة طويلة من الزمن. اليوم أصدقائي إخواني عائلتي حنتكلم عن فايكنجز، مسلسل عشنا معاه حوالي 7 سنين. It's my second time in Jeddah and I love it. I'm really really happy to be here. The people are amazing. I'm so happy that I feel like this whole place is just becoming so inclusive, and it's been really really great to be here. So thank you. You're gonna see the Vikings. Yeah. That's great. Okay, let's just, what was your first impression when you knew you're gonna do a Viking warrior? And did you or any of you had any experiences or any acting roles within that period of time or within that culture? Let's start with you, Clive. Well, my experience was strange to get Rollo. I did 9 auditions to play Ragnar. Wow. Rollo was written to be a 50-year-old cousin to Ragnar in the original script. King Horik, the actor that played the King Horik, Donald Logue, was offered the role. He turned it down and he later joined our show as King Horik. Then they rang 3 days later and they said, Michael Hurst is prepared to change the role of Rollo to a brother and he'd like you to join the cast. So I came into day one with Michael and I said, how am I going to play this role? He's going to be the Duke of Normandy and the role that you've written on the page is, it's really base. I mean, the beginning of the show, Rollo is not a very likable human being.
Finland, Denmark, Sweden, but they couldn't find the older brother. So because Travis is from Australia and plays Ragnar, they decided, let's go to Australia and see if we can find him. So I auditioned on the Friday. Had seen that and thought that I was a spitting image of the young Bjorn. So she brought me up to Michael, and I was offered the role subject to a screen test with Travis and Catherine.